بقى كمان يا جماعه بعد تو بيلفيك نيرفز اند تو جلوتيال نيرفز فروم ذا بوستيريور اسبكت من الانتيريور اسبكت اوف ذا بلكسس الله ارايزز تو ماسكولار برانشز لتو ماسلز من السكس لاترال روتيتورز. ايه التو ماسلز دول؟ نيرف تو اوبتيوريتور انترنس اند نيرف تو كوادريتس فيموريس. فدول تقدر تكتب عليهم هم اثنين ماسكولار برانش بس مش اي ماسكولار برانشز. اثنين من السكس لاترال روتيتورز. Nerve to quadratus femoris and nerve to obturator internus. بجانب two pelvic nerves من الروتس و two gluteal from the posterior surface. Two muscular from the anterior surface. في عندي two cutaneous nerves. واحد شهير هيعدي علينا اسمه posterior cutaneous nerve of the thigh. وده بيغذي السكن of the back of the thigh and the upper part of the leg. دي عايزك تبقى تزودها. posterior cutaneous nerve of the thigh عشان دي هتفيدنا في السياتيك نيرف انجري. فالposterior cutaneous nerve of the thigh بقى من اسمه ان هو posterior aspect of the skin of the thigh. بس خد بالك كمان ان هو بيمتد لل upper part of the leg. ماشي؟ في كمان عندي كوتينيوس نيرف كمان طالع من الساكرال بلكسس بيخرم. بيخرم ليجامنتس معينه والحاجات دي ومش عايز ازود عليكم الاسامي. فالمهم ان الكوتينيوس نيرف ده بيخرم كده ليجامنت. عشان كده سموه بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف. ماشي؟ مش عايز اقول لكم الليجامنت والحاجات اللي بيخرمها عشان ما ازودش عليكم الاسامي. فيبقى في بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف. And the posterior cutaneous nerve of the thigh. اخيرا بقى النهايه السريه بتاعتك مين؟ النهايه السريه بتاعتك two terminal branches. التو terminal branches دول بقى مين؟ اتخن نيرف في الجسم. The thickest nerve is sciatic nerve and pudendal nerve. فالتو terminal branches pudendal اللي انا طبعا قلت لكم قبل كده وان انتوا عارفين هو رايح فين للجيتاليا وده ان شاء الله هتعرفوه بالتفصيل وانتوا بتاخدوا البلبس في العام القادم في درس كده اسمه البرينيوم وطبعا ده رايح للجيتاليا ومسؤول عن السنسيشن لجزء كبير اول بلاد سبلاي اوف ذا جيتاليا وما الى ذلك وهو ده المسؤول عن الاريكشن والسنسيشن والسيكشوال انتركورس بتاعك طبعا ده النيرف يا جماعه الناس اللي عندهم سكر long standing severe uncontrolled diabetes هو ده النيرف اللي بيجيله بريفرال نيوروباثي ويسبب فيلير اوف اريكشن وده هتبقوا تعرفوه بالتفصيل طبعا احنا اللي يخصنا في اللور لين مين سياتيك نيرف ماشي تو تيرمينال وكده وانا بقى قسمهم اتنينات يطلعوا لك سهلين قوي تو من الروتس ودول تبع البلفس نيرف تو بايريفورمس اند بلفيك سبلانكنك على فكره كلمه سبلانكنك يعني فيسرال فكلمه سبلانكنك يعني الفيسرا في ذا بلفس واللي هيروح للفيسرا في ذا بلفس مين يبقى براسين بساتك فده اسمه بلفيك سبلانكنك بقى كون تو برانشز فروم ذا بوستيريور اسبكت والاثنين جلوتيال اللي انتوا عارفينهم بقى السوبير وانفير جلوتيال تو ماسكولار من قدام نيرف تو اوبتوريتور انترنس اند نيرف تو كوادريتاس فيموريس والاثنين تبع السكس لاترال روتيتورز فاثنين من السكس لاترال اثنين كوتينيوس بيرفوريتنج كوتينيوس اند بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي بعد كده هو اخيرا تو تيرمال برانشز لا يخفى القمر بتاعنا السياتيك وكمان البيودندال فاثنينات اثنينات اثنينات ماشي طبعا انا عارف قاسيه جدا الارقام اللي انا حاططها بقى جنب كل نيرف بيني وبينكم الصراحه يعني دي مش مهمه غير في النيرفات الكبيره زي الاوبتيوريتور زي الفيمورال زي السياتيك لكن البرانش الصغيره ده هي نو جلوتيال وسوبير جلوتيال وانفير جلوتيال والنيرف كوادريتاس الصراحه لو حبيت تحفظ الارقام بتاعتها هتتجنن
وفي الآخر مش هتحفظها وهتحول من كلية الطب. ماشي. فهي النيرفز الكبيرة اللي بتغذي عندنا الماسلز والزلور ليم، الحاجات الكبيرة هم دول اللي بتحفظ النيرف روتس بتاعته. ماشي. ويبقى ده اللامبو ساكرال بليكسس اللي هو اكشوالي عبارة عن تو بليكسسز كونكتد توجذر، لامبر بليكسس وساكرال بليكسس وكونكتد ب L4 اللي اتقال عليه نيرفس فور كاليس.